شكرا بعد مقبوله من مقبوله منك مقبوله منك. تعال تعال يا كل ورا. اسمع اسمع نسمع من خالد سالي. انا اسف قطعتك يا ابو عويس. خالد سالي وش مشروعك عشان بعلن اعلان على تاج البزنس؟ يلا خلاص قبل المشروع تاج البزنس ها؟ في واحدة طلبت من عندي اللي ما يشتغل فرصة ولا بعلن ترى؟ يلا بدي امسك يلا بسرعة. ها تركي في واحدة طلبت من عندي القصيدة اللي تقول انت حلو؟ ايه والقصيدة اللي هم دائما يحبوني اقولها اللي هي بنات شيخان دائما حتى لو فتحت بث ولا صورت يطلبوها مني. حلو بقولها بعدين بقول مشروعي. يلا يقول بنات شيخان اعزاز علينا محصنات في قصور وعماير ونغلي وكنا بالغلا ما درينا والله درى عما تكن الضماير الا ليا حان الوداع ومشينا وتفرق الجمعان والدم فاير يا شمت بنا اللي مغرض ما يبينا كن الطبيب يضدنا بالجباير سمحين ونصون الهوى لا هوينا صلفين لا ثار العجاج وتطاير اللي تلاقن خيلنا واعتزينا نقطع على رؤوس الادامان خاير فانا مع كبار البخوت وشرينا بالمرجلة والمنزلة والذخاير يا ما عطينا من جوب وخذينا يا ما تجرعنا الحلا والمراير واللي لنا نفداه باللي علينا على كذا حتى تقر القراير هذا السلوم اللي عليها نشينا ومن عاش في الدنيا يشوف البكاير. صح لسانك والله. طيب عشان عشان انا انا بنقطع انا بنمع الفقره اللي نسمع من كل شاب من اللي يتكلم في الربيز ما شاء الله تبارك الله احبك يا راشد مليتوا بلاخر بس على الشباب يلا عشان تطولنا صح موضوع موضوع المشروع. طب دقيقة أبو عويسي وش يلا عشان يلا عشان دخلنا حار مشروع ايش صار عليه؟ ها؟ خالد؟ يلا مش مشروع خالد؟ دخلنا حوالي بس أنت ما أنت ما أنت واضح معي لا لا أنا واضح واضح ما ما لا لا أنا ما بعد سألتني عشان أصير واضح أنا سألتك تخلي سبرايز لا ما سألتني لا لا والله ما سألتني وش مشروعك خالد؟ مشروعي طال عمرك أنا من أول وأنا أحب العطور حلو وأبشرك ولله الحمد زينتنا لي براند عطور ان شاء الله باذن الله براند عطور اي باذن الله وش 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 مكوناته ولا ما جار الدراسه لا الى الان هو تدور شريك شريكه مستثمر مستثمره مشروعك والله المشروع ان شاء الله باذن الله انها وش الميزه فيه كيف تميز عن العطورات الثانيه عطورات اللي يتابعون خالد من اول يعرفون انا قد علمت كم عطر يعرفون ذوقي في العطورات حلو حلو فبإذن الله يا العطورات عندك شركة وذا مرتب أمورك بإذن الله الأمور خاصة الله يبارك لك خالد اللهم آمين وإن شاء الله الله يوفقك إن شاء الله هو ما يخلص البراند راح أجيب لك أنت عطور طيب